طب انا انك استاذنك تتصدق. في حاجه، ما اتفضل. تيجي نسمع اجابه على السؤال ده شخصيا من نجم جميل، واحد من محبيك، واحد برضو من الاهلاويه الجامدين شداد جدا، قوي. احمد التهامي. كل سنه وانت طيب، واهل بيتك الله. وحبايبك كلهم طيبين. كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيب يا كريم. كل سنه وانت طيب. انا وانت كل سنه وانت طيب. طيب يا رب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيبين وشهر كريم عليكم يا رب، وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى جماهير النادي الأهلي. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. إحنا كنا بنسأل دلوقتي سؤال عايزين نسمع منك أنت شخصيا الإجابة عليه. هل لو شفت النجم بيومي فؤاد وهو أحد أيقونات الكوميديا، لو شفته في مسرحية عالمية مثلا، حاجة من شكسبير أو أي عمل جاد بعيد كل البعد عن الكوميديا، يعني هيبقى انطباعك إيه؟ لا يعني أنا عايز أقول إني طبعا ان الكوميديا دي اصعب شيء جدا، وشيء صعب، حاجه مش سهله. والممثل الكوميديان، وطبعا شفنا الاستاذ عادل امام تاريخه الطويل واعماله كوميديه، ان عمل افلام دراميه وافلام دراميه صعبه، ويعني شفنا طيور الظلام، ويعني وشفنا حب في زنزانه، يعني حاجات كتير جدا. وطبعا في الجيل بتاعنا النجم احمد حلمي كمان لما عمل اسف على الازعاج وعسل اسود، ويعني فطبعا انا يعني الكوميديان يقدر يعمل اي حاجه. واستاذ بيوم انا يمكن شفت له حاجه يمكن مش هقدر اقول عنها طبعا، لا ده ممثل تقيل وممثل انهيار تقيل، مش بصراحه مش انا اللي هقدر اقول الكلام ده عن بيوم فؤاد. بيوم يعني من الممثلين الجامدين واللي انا بحبهم كمان على المستوى الشخصي، ويمكن جمعنا مع بعض شغل كتير واشتغلنا مع بعض. فطبعا انا يعني انا نفسي بقى اشوفه كمان على المسرح ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد باذن الله. وزي برضو ما قلت الاستاذه ندى بسيوني، ان شاء الله تنورنا هنا. انت من الاهلاويه الجامدين جدا. ده الفيديو دي التيك توك اللي احنا عملناه يا احمد مش عارفه وصل مليون دلوقتي، كان مجرد دقيقه بس كسر الدنيا بصراحه. عشان جماهير الاهلي كتيره، وجماهير الشياطين الحمر، والشياطين الحمر دول الوحيدين اللي بينشطوا في رمضان، دول ما بينزلوش تحت الارض ولا حاجه. صح كده. طب احمد قول لنا برضو، الناس اكيد حابه تعرف يعني اول يوم انت فطرت عند مامتك ولا عند حماتك، ولا يعني الحاجات البسيطه اللي بتفرق مع المصريين دي انا عارفه، فقول لنا برضو اول يوم ايه الاخبار. والله حقيقه انا يعني رحمه الله على والدتي، بس والدي هو اللي عايش، فكلنا بنتجمع حقيقي مع بعض وعند الوالد، وانا واخواتي وولادي وكل الاسره، وبيعملوا بقى افطار ما كلهم مع بعض، اخواتي ومراتي، وبنتجمع كلنا مع بعض وفي اجواء لذيذه. يعني يمكن احنا برضو في وقت ان احنا بنصور في رمضان، بس هي قرروا السنه دي ان احنا ناخد اول يوم نقف عن التصوير، ويبقى اول يوم في رمضان كلنا نفطر مع اسرنا. حلو حلو. وهنبتدي شغل من بكره ان شاء الله. ربنا يكرمك ويوفقك. احنا شفناك بتاكل دراميا قبل كده، شط ما يتنسيش. أيوة. في التجربه الدنماركيه انت بتفطر بنفس الكميات دي ولا ده شغل سيري؟ ده سؤال كويس جدا على فكره. والله التجربه ملمني جدا على فكره. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد، دورت الدنيا. رمضان بس. لازم تكون معانا ان شاء الله في يوم ونتسحر مع بعض ونسعد بوجودك معانا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك. انت اخويا وحبيبي، ويعني انا وسعيد جدا ان انا اكون معاكم جدا. شرف ان شاء الله. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك. الله اكبر. مع السلامه.